بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. تمام، أنا برحب بكم في دورتنا، دورة تعليم برنامج الفيجوال بيزك للنت للزر 2010، وده المحاضرة الثانية لينا في المستوى الأول. المحاضرة اللي فاتت طبعا اتكلمنا عن بعض الحاجات كمقدمة، بس كانت طبعا المحاضرة كلها نظرية. المفروض هي أعرض لحضراتكم السلايد ده اللي هو ملخص المحاضرة اللي فاتت، ملخص سريع اللي احنا تناولناه المحاضرة اللي فاتت. احنا اتكلمنا أول حاجة عن تعريف البرمجة، ايه المقصود بالبرمجة. اتكلمنا عن يعني ايه لغة البرمجة، أنواعها. احنا قلنا طبعا إنها نوعين، في برمجة خطية في برمجة شيئية. قلنا يعني ايه البيزك ومراحل تطور لغة البيزك وصولا إلى بيئة الدوت نت، واتكلمنا عن مراحل تطور لغة الفيجوال بيزك دوت نت وصولا للإصدار 2013. ايه الفرق بين مايكروسوفت فيجوال ستوديو دوت نت وايه الفرق ما بين مايكروسوفت فيجوال بيزك دوت نت، وهي التطورات اللي جعلت لغه الفيجوال بيزك دوت نت اسهل واسرع وذات كفاءه، وايه اللي هتحتاجه لما تخش في عالم البرمجه. في حد محتاج حاجة في المحاضرة اللي فاتت وأنا أشرحها له تاني، ولا فيها، ولا العادي نكمل عادي؟ تمام، دي عرفنا طبعا البرمجة بصفة عامة. قلنا طبعا البرمجة دي بصفة عامة هي عملية كتابة تعليمات وأوامر لجهاز الكمبيوتر. يعني البرمجة بالمعنى الشامل بتاعها هي لغة تخاطب ما بيني كإنسان وما بين الكمبيوتر كلغة آلة. قلنا من نظام الكمبيوتر سيستم بتاعنا بنيجي نقسمه دايما لحاجتين، حاجه اسمها الهاردوير وحاجه اسمها السوفت وير. وقلت المره اللي فاتت ان الهاردوير بتاعي كل ما تطورت الهاردوير السوفت وير بيتطور معاه. السوفت وير لما بنيجي نقسمه بنقسمه حوالي ثلاث حاجات. بنقسمه اول حاجه الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل بتاعي، وفي عندي حاجه اسمها الابلكيشنز بروجرامز اللي هو البرامج التطبيقيه اللي هي البرامج الجاهزه، وفي عندي حاجه اسمها البروجرامنج لانجويج اللي هي لغات البرمجه. وقسمنا لغات البرمجه في لغات هاي ليفل لانجويج اللي هي لغات عاليه المستوى، في لغات منخفضه المستوى اللي هو اللو ليفل لانجويج. وجينا قسمنا البرمجه عاليه المستوى لنوعين، قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها برمجه خطيه وفي عندي حاجه اسمها البرمجه الشيئيه. جيت على البرمجة الخطية وقلت هي كل لغات برمجة قبل ظهور الويندوز، شكل البيزك، شكل جي دبليو بيزك، شكل الباسكال، شكل الكوبل، شكل الفورتران، شكل السي، دي برمجة خطية. في برمجة تانية اسمها برمجة شيئية، دي اللغات طبعا او لغات البرمجة اللي ظهرت بعد نظام التشغيل الويندوز. طبعا كانت البرمجة الشيئية واخدة كل حاجة من البرمجة الخطية، يعني مثلا لغة اللي احنا بندرسها لغة الفيجوال بيزك واخدة من لغة البيزك، لغة السي بلس والسي فيجوال أو فيجوال سي متاخدة من لغة السي، ولغة الدولفي كانت طبعا امتداد لتطور لغة الباسكال. طبعا قلنا إن أول لغة اتعملت في لغة البيزك كانت دايما بتشتغل على نظام تشغيل اللي هو الدوس، تم اختراعها سنة 1963 على يد كل من جون كينيني وتوماس كورتز. البيزك كان اختصار لكلمة بيجنرز اول بيربوس سيمبوليك انستراكشن كود، او شفرة التعليمات الرمزية متعددة الاغراض. طبعا واضح من اسمها ان هي صممت عشان تلبي حاجات الناس اللي هم لسه مبتدئين في عالم البرمجة. اول سنة 1991 شركة مايكروسوفت قالت لك أنا هطور لغة البيزك وهمنحها لقب اسمه في بي، فيجوال بيزك. طبعا لما ادولها المصطلح اللي هو فيجوال، طبعا كان وقتها اللي هو الويندوز خرج، يعني الويندوز سواء ويندوز 95 أو ويندوز 98 كان شاف النور خلاص، فانضافت طبعا اللي هو لغة أو المصطلح اللي هو فيجوال ده عشان يعبر عن الوظيفة الجديدة اللي أضيفت لهذه اللغة.
يعني بمعنى اصح لغه بتستخدم اللي هو واجهات استخدام رسوميه اللي هي الجي يو اي، وبتعمل على نظام تشغيل الويندوز. طبعا في سنه 2000 تم التعديل على لغه الفيجوال بيزك، فاصبحت تسمى فيجوال بيزك دوت نت. قلنا مراحل عمل اي برنامج بيمر بحوالي 5 مراحل. اول مرحله اسمها الديزاين اللي هي مرحله التصميم، في بعد كده مرحله اسمها الديفلوب اللي هي مرحله التطوير، ومرحله الديبج اللي هو التصحيح، واخيرا مرحله الديبلوي اللي هو النشر. طبعا احنا قلنا الفرق بين الفيجوال بيزك والفيجوال ستوديو، قلنا ان برنامج الفيجوال ستوديو بيئه تطوير متكامله تقدم مجموعه من الادوات البرمجيه المستخدمه لانشاء تطبيقات مختلفه، لكن الفيجوال بيزك احد هذه الادوات لانشاء هذه التطبيقات. يعني بمعنى اصح ان برنامج الفيجوال بيزك دوت نت عباره عن فرع من داخل اللي هو الفيجوال ستوديو. يعني اذا الفيجوال ستوديو كله عبارة عن بيئة تطوير متكاملة، لكن الفيجوال بيزك فرع من ضمن الفيجوال ستوديو. قلنا طبعا وانت هتبتدي في عالم البرمجة محتاج دايما أول حاجة بترتب الأفكار بتاعك للبرنامج اللي أنت عايزه، وبعد كده تحدد الهدف، تحدد هدفك من البرنامج. قلنا طبعا ان لغه البرمجه مش محتاجه انك تكون مثلا عن او متقن لقواعد الرياضيات كلها، مش لازم تكون متعلم لغه انجليزيه كويسه، لكن بعد كده طبعا كل حاجه طبعا بتيجي بالمحاولات والتكرار. ده كان ملخص سريع للي احنا خدناه في المحاضره اللي فاتت. هنبدا النهارده في مصطلح اسمه الاو او بي، وهنبدأ طبعا بعدها على طول إن شاء الله شغل عملي. الـ OOP، إيه هي الـ OOP؟ لو جات لحضراتكم كتبت اختصار الـ OOP، هقول إن الاختصار بتاعها Object Oriented Programming. Object Oriented Programming. الـ Object Oriented Programming اللي هي معناها برامج معتمدة على الكائنات. برامج معتمدة على الكائنات. يمكن نعتبر أي شيء حوالينا كله أو أي شيء بالدنيا بتاعنا ما هو إلا أوبجكت، كائن، زي أنا وأنت، الباب، الشباك، كل ده كائنات. يعني نقدر نقول إن الأوبجكت أورينتد عبارة عن تطبيق للحياة العملية لكن في صورة برمجية. الأوبجكت أورينتد بروجرامينج أحيانا بيطلق عليها مصطلح يسمى البرمجة الكينونية، يطلق عليها دايما مصطلح البرمجة الكينونية، وطبعا الكينونية جاية من كلمة الكون. لازم واحنا داخلين في لغة او المصطلح اللي هو الـ OOP، لازم نعرف الفرق بين حاجتين، ما بين حاجة اسمها الكلاس وبين حاجة اسمها الأوبجكت. ما بين حاجة اسمها الكلاس وبين حاجة اسمها الأوبجكت. كلاس يعني فئة، والأوبجكت معناها كائن. طيب إيه الفرق ما بين الفئة والكائن؟ الفئة بشكل مبسط هي مجرد وصف لخصائص وطرق وأحداث الكائن. تاني، الكلاس اللي هو الفئة ما هو إلا وصف لخصائص وطرق وأحداث الكائن. طب إيه هو الكائن؟ الكائن هو وحدة بتحتوي على بيانات وأكواد معرفة في الفئة اللي هو الكلاس. إزاي؟ يديني مثال كده. يعني مثلا الإنسان هو فئة خلقها الله عز وجل واصفة لخصائص وطرق وأحداث كائنات مشتقة منها، فأنا كائن.
واخد من الفئه بتاع اللي هي الانسان. انا كائن ليا خصائص كالاسم عاصم السن 26، انت ايضا، وهكذا. بس كلنا من فئه واحده اللي هي الانسان، لكن كل واحد بيتميز من خلال الخصائص بتاعه. يعني مثلا اسم عاصم، في ناس مثلا اسمها محمد، في ناس مثلا اسمها احمد، وهكذا. انا مثلا عمري 26، في ناس تانية مثلا عمرها 27، في ناس عمرها مثلا 30، في ناس 40. يبقى اذا الخصائص هي اللي مختلفة. يعني خلينا ناخد رسمة مبسطة كده. لو قلت مثلا هرسم دلوقتي مربع صغير، هقول مثلا ان انا عندي مثلا كائن او فئة، وهسميها مثلا البيرد، طائر مثلا. بيرد، البيرد ده عبارة عن كلاس، او نعتبره مثلا عبارة عن كائن. طيب البرد ده له طبعا خصائص بروبرتيز، شكل مثلا النيم، الاسم بتاعه ده اسمها خصائص اللي هي بروبرتيز. وعندنا برضو ممكن نقول مثلا ويت، الوزن بتاعه. ده كلها عبارة عن خصائص، هي خصائص. يبقى كل كائن له خصائص، وكمان كل كائن برضه له احداث. شكل ما اقول لك مثلا البيرد ده بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه فلاي، بيطير مثلا. انت مثلا تعتبر كائن له خصائص ولك وسائل. الوسائل طبعا بيسموها بالانجليزي حاجه اسمها ميثودز، ده وسائل. هرجع لحضرتك تاني واقول انت وانا نعتبر كائنات اوبجكتس. طب لنا خصائص بتميزنا؟ شكل مثلا ايه؟ شكل النيم اللي هو الاسم، شكل الهايت الارتفاع. طب هل احنا لنا خصائص؟ ايه هي هل لنا وسائل؟ معلش، هل لنا وسائل؟ ايه هي الوسائل اللي احنا بنعملها؟ مثلا احنا بنعمل ايه؟ بنجري، رن، نموف، نتحرك، سيت، نجلس، ستاند، نقف. دي كلها عباره عن مسج اللي هي الوسائل. يبقى اذا ملخص الاو او بي هي برمجه معتمده على الكائنات. طب احنا بنستخدمها ازاي في برنامج الفيجوال بيزك دوت نت؟ لغه الفيجوال بيزك دوت نت تحتوي برضو على خصائص بروبرتيز. كل كائن من الكائنات له خصائص. شكل مثلا عندك خاصيه، هناخدها بعد كده، اسمها السايز، خاصيه التكست، خاصيه النيم، خاصيه الباك كلر، وما الى ذلك. كل كائن برضه له حاجه اسمها طرق اللي هي الميثودز اللي هي الوسائل. يعني مثلا ما اقول لك ايه، موف، كلوز، هايد، شو، دي كلها افعال خاصه بالكائن اللي انا بحدده. طب وحاجه اسمها، كل كائن برضه له حاجه اسمها احداث، الايفنتس بتقع عليه. شكل مثلا كليك، انا بضغط مثلا بالفاره واعمل كليك، انا بعمل ماوس موف، بحرك مؤشر الفاره، انا بعمل كي بريس، بضغط على المفتاح من لوحه المفاتيح. اعتقد ان انا بسهل على حضراتكم اللي هو ملخص اللي هو الاو او بي. لو حد بقى في مشكله عنده في الاو او بي اتفضل يقولها. ماشي، انا قلت ان هو ان اللي هو الفئه معناها كلاس، والاوبجكت معناها الكائن. الفئه بشكل مبسط مجرد وصف لخصائص وطرق واحداث الكائن، لكن الكائن هو وحده بتحتوي على بيانات واكواد معرفه جوه الفئه اللي هي كلاس. يعني مثلا الانسان عباره عن كلاس. طب الكلاس ده مثلا اللي هو الانسان جواه ايه؟ في كائنات شكل ايه؟ شكل مثلا محمد، احمد، خالد، عاصم، دي كلها عبارة عن كائنات
متفرعه من الفئه الرئيسيه اللي هي انسان. ما اقدرش اجي على محمد مثلا واعمل منه مثلا اوبجكت اخر، لان كل طبعا كلاس يمكن انشئ منه اكتر من كائن، لكن الكائن هيكل قايم بذاته. لا حضرتك، الكلاس جزء، يعني مثلا هو حاجه جوه الاو او بي، لكن ما اقدرش اقول على الاو او بي طبعا اعم واشمل. لا الاحداث مش هي الوسائل، طبعا الوسائل معناها مثل الاحداث اللي هي الايجنتس، احداث بتقع على الكائن، لكن الوسائل الافعال دايما اللي بأديها. يعني مثلا بقول لك الانسان يشرب، يبقى كلمه يشرب دي تعتبر وسيله، هو استخدم وسيله الشرب. اما اقول لك مثلا انسان فجأة مثلا حصلت له لا قدر الله مثلا حادثة، يبقى دي في حدث واقعنا، لما حضرتك تمسك مثلا بالفارة وتقعد تضغط، يبقى الحاجة اللي أنت بتعملها دلوقتي اسمها ايفنتس اللي هو الحدث. يبقى اللي يقول إن الأحداث هي الوسائل طبعا يبقى غلطان خالص. يعني مثلا عايز أغلق النافذة، طبعا أغلق النافذة اللي أنا بعمل بجيب مؤشر الفرع، وأنت ماسك مؤشر الفرع وضغطت على رمز الإغلاق ده طبعا يعتبر حدث. لكن الكلوز ذات نفسه اللي هو العمليه اللي تمت ذات نفسها، ده اللي هي الوسيله. لا هو الكلاس يمكن نعمل منه كائنات، لكن الكائن ما نعرفش نعمل منه التصنيفات، لان دايما الكائن هو المشتق من التصنيف والعكس غير صحيح. يعني مثلا الانسان انا باخد منه مثلا ثلاث فروع، الثلاث فروع مثلا اللي هم ايه؟ محمد واحمد وخالد، دي كلهم اسمهم الثلاث اسماء اللي انا قلتهم دلوقتي، دول عباره عن اوبجكت كائنات، لكن الكلاس ذات نفسه اللي هو الانسان قايم بذاته. طيب في بعض الناس بتيجي تقول هو المثال العملي اللي حضرتك هتشوف في الاو او بي واحنا شغالين اصلا بطريقه عمليه، يعني حضرتك هتشوف ايه هي الوسائل وايه هي الاحداث وايه هي الخصائص. طب خلوني حضراتكم هكتب لكم مثال بسيط جدا، يعني مثلا انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول مثلا ويندو النافذه مثلا دوت كلوز تغلق. اللي انا كتبته طبعا على الوايت بورد دلوقتي ويندو دوت كلوز، يعني النافذه تغلق. كلمه كلوز يعتبر وسيله، لان انا استخدمت وسيله وسيله اللي هي الكلوز لاغلاق الكائن اللي هو ويندو. ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الوسيله. لكن لما بقول مثلا اللي هو عمليه الغلق تمت ازاي؟ ان انا ضغطت مثلا على زرار معين، يبقى عمليه الضغط هنا اللي هي بيسموها دايما الكليك، دي طبعا اسمها ايه؟ دي اسمه الحدث. يبقى حصل هنا حدث معين اللي هو الكليك اللي هو الحدث. الحدث اللي انت قمت بيه، الفعل يعني بمعنى اصح. الايفنت. المصطلحات تاني اللي هو الناس اللي عايز مثلا تكتبها، احنا قلنا طبعا كل كائن له بروبرتيز، اكتبها لحضراتكم. كل كائن له ميثودز، كل كائن له ايفنتس. وحضرتك مش موضوع تخليص ولا حاجة، هي الناس بتسأل على حاجة فاحنا بنرد عليهم. حضرتك ما نقدرش مثلا نتنقل لنقطة تانية إلا لما الناس تكون فهمت النقط، خصوصا لأن ده حضراتكم احنا شكل ما قلنا اللي هو المستوى الأول، اللي حاسس إن هو لسه مثلا أو مستوى عالي شوية يمكن يستنى أنا للمستوى التاني أو المستوى التالت. لكن أنا بادئ طبعا من الصفر تحت خالص، في ناس داخلة معايا ما تعرفش يعني إيه برمجة. فلحضراتكم عارف ان هو النقطة مثلا دي او الحاجات اللي احنا بنقولها دي مثلا حاجات قليلة عليه او حاجات مثلا كبيرة على مستواه، يا ريت حضراتكم بس يستنانا في المستوى التاني، المستوى التاني ان شاء الله هتكون افضل باذن الله، لكن انا بادئ من الصفر. مفيش مشكلة عادي، قابلت اسئلة فيها.
جزاكم الله خير. ماشي، نتنقل بعد نقطة تانية. ايه هو الـ OOP؟ خلاص احنا عرفنا الايه هو الـ ايه هو الـ OOP. نتنقل نقطة بعد كده، لماذا الـ OOP؟ لماذا الـ OOP؟ يمكن في بعض الناس بتقول لك مفيش أهمية في أو للـ OOP في برنامج الفيجوال بي أو البرمجة بمعنى أصح، لكن طبعا البرمجة ديت أو الـ OOP لها فايدة كبيرة جدا. يمكن هختصر منها بعض النقط. أول نقطة، خلاص قفلنا الشات عشان الكل ينتبه معانا. أول نقطة طبعا بقول لك لما حجم البرنامج بيكبر معاك، أو بمعنى أصح لما تزداد عملية إدارته تعقيدا، هو البرنامج أصلا كده كده بيكون معقد، لكن مع الـ OOP البرنامج عندك بيتكون من مجموعة كائنات، بحيث لو حدثت مشكلة في واحدة منهم ما بتأثرش على التانية. تاني أنا بقول لما حجم البرنامج بيبقى كبير مثلا معاك، طبعا عملية التعقيد أو إدارته ذات نفسه بتكون، أو إدارة البرنامج بتكون معقدة، لكن مع الـ OOP إحنا قلنا البرنامج كله عبارة عن مجموعة من الكائنات، بحيث لو حدثت مشكلة في كائن معين يبقى حضرتك هتغير في الكائن ده بس. يعني مثلا نفترض ان انا عندي على النافذه بتاعي 15 كائن، الكائن رقم 3 هو اللي فيه مشكله، يبقى الكائنات التانيه بتعمل بصوره كويسه، لكن المشكله عندك في اللي هو الكائن رقم 3 حضرتك هتروح تصلحه بنفسك. يبقى انت مش محتاج انك مثلا هتفتح مثلا اللي هو البرنامج كله، لا انت هتروح على الكود اللي انت عايز تغيره وتغيره بكل بساطه. تصميم البرنامج والتخطيط في الاو او في لغه البرمجه اللي هي او او بي طبعا اصبحت سهله جدا، يعني ممكن نسميها مثلا اقرب الى العالم الحقيقي. يعني لما بتيجي تخطط للبرنامج بتاعك لازم الاول، احنا قلنا طبعا في حوالي 4 عمليات بمر بيهم، اللي هو مثلا التصميم وبعد كده التصحيح وبعد كده التطوير وبعد كده اللي هو بتنشر البرنامج بتاعك. يمكن الـ OOP جعلت الحياة أسهل بالنسبة للغة اللي هو الدوت نت عموما كلها. يعني لو أنت مثلا حبيت تغير مثلا اسم نافذة أو العنوان اللي على النافذة، أصبح بكل بساطة بتروح على الخاصية اللي هي اسمها مثلا تكست وتغير الاسم بتاعها بكل بساطة. يبقى إذا الـ OOP أصبحت حاجة مهمة جدا في حياتنا، أو أصبحت حاجة مهمة جدا في لغة الدوت نت عموما كلها. دي كان ملخص سريع جدا على اللي هو الـ OOP. اعتقد ان انا انجزت كتير جدا في الـ OOP، لكن الـ OOP طبعا له ابحاث كتيره جدا ممكن حضراتكم تخشوا على النت مثلا وتدوروا عليها، لكن قلت طبعا ملخص سريع لان ما ينفعش اخش جوه لغه الفيجوال بيزك نت وانت حضرتك ما تعرفش الحاجات دي. هو طبعا قبل الـ OOP كانت الحياه معقده جدا، يعني الاكواد كانت تحس ان هي فيها لخبطه شويه كده، ما كانش فيه سلاسه في الاكواد. البرنامج تحس ان هو يعني مثلا واحد لو اداك كود مثلا وقال لك عدل في جزء معين هتحس مثلا انك متلخبط، لكن الـ OOP بدا يسهل لي العمليات كلها. كان زمان اللي هو قبل ما يعني يخرج حاجه اسمها الـ OOP كان طبعا البرنامج كله شبه معقد او شبه غير مفهوم، وكان اي ما يحصل حاجه في كائن معين البرنامج كله بيتاثر. هو الـ OOP طبعا تطور مع لغه الدوت نت، ما اعتقدش ان هو كان موجود في الفيجوال بيزك 6. هو احنا قلنا طبعا المره اللي فاتت ان لو حضرتك مثلا رجعت يا ريت الدعم الفني ينزل، بس هو منزل الدعم الفني مشكورا، منزل رابط المحاضره الاولى. هي كانت نظريه كانت فيها كل حاجه. طبعا احنا قلنا برنامج الفيجوال بيزك اقدر اعمل بيه مواقع، اقدر اعمل بيه برامج تضاهي البرامج العملاقه مثلا، مفيش اي مشكله. حضراتكم اتعلموا معايا في المستويات التانيه الكلام ده كله ان شاء الله. لازم نعرف واحنا شغالين على تمام استاذ،
وحضرتك حضرتك الاو او بي مش هتقدري تشوفي اي حاجه غير ما تشتغلي بطريقه عمليه يعني. يعني حضراتكم الاو او بي مش هقدر اوري لكم مثال عملي لها الا لما نيجي نجرب مثلا ونخش على البرنامج بتاعنا. في النهايه ان شاء الله هحط لينك البرنامج، هو موجود طبعا على رابط، كل حاجه موجوده على رابط الجروب بتاعنا. يا ريت الدعم الفني برضو مشكورا ينزل رابط الدعم الفني، رابط اللي هو الجروب. معلش طيب، واحنا دايما شغالين واحنا شغالين دايما على لوبة او داخلين في اول درس لينا عملي في اللي هو برنامج فيجوال بيزك نت، لازم نعرف ان احنا عندنا حاجتين او نمطين من نمط برنامج الفيجوال بيزك دوت نت. في عندي نمط بيسموه دايما نمط الديزاين، اكتبه قدام حضراتكم. في نمط بيسموه نمط الرن اللي هو التشغيل. البرنامج بتاعنا دايما هنمر فيه بمرحلتين، مرحلة الديزاين اللي هو التصميم، انك بتصمم الشغل بتاعك كله، وبعد كده بتبدأ عملية رن بتشغل المشروع بتاعك. طبعا التصميم بيبقى قدامك البرنامج كله، بتقدر تغير تعدل تشيل تحذف، تغير لون، تغير خلفية، تحط تعمل أي حاجة في وضع الديزاين. لكن في وضع الرن بتعمل عملية تجريب للبرنامج بتاعك، بتشوف طبعا هل البرنامج فعلا هيمشي بطريقة مظبوطة ولا في مشكلة. هو ده عملية الرن. لو بدأت حضراتكم ازاي افتح برنامج فيجوال بيزك دوت نت، طبعا المفروض حضراتكم واخدين الرابط ومنزلين البرنامج. في بعض الناس منزله اللي هو الحجم ال 3 ميجا اللي انا كنت مديه لحضراتكم. احنا طبعا هنشتغل بيه بصوره مؤقته لحد ما حضراتكم تنزلوا البرنامج كامل اللي هو مساحته 2 جيجا 27 على ما اعتقد بيه. طبعا انت حضرتك مثلا يمكن وانت شغال معانا بتلاقي بعض الاختلاف ما بين النافذه بتاعي اللي انا شغال عليها دلوقتي وما بين اللي حضرتك مثلا منزله. ما فيش اختلاف كبير، بس حضرتك بعد كده لما تطور معانا في المحاضرات اللي جايه لازم طبعا تنزل البرنامج كامل. هنبدا حضراتكم في اول حاجه لينا في اللي هو فتح البرنامج. خلاص حضراتكم لو انا عايز افتح برنامج الفيجوال بيزك او هنخليها مثلا لغه الفيجوال ستوديو دوت نت، طبعا هنروح نضغط على زر ستار. وهنختار اول بروجرامز، هننزل نختار اللي هو مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010، ونختار مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010. اول طبعا ما نضغط عليها بالزر الايسر الفاره بيطلع لنا النافذه الدعائيه للبرنامج، وبعد كده بيبدا يخش على برنامج الفيجوال بيزك. هو ده طبعا مكونات او الشاشه الرئيسيه بتاع برنامج الفيجوال بيزك دوت نت لاصدار 2010. لو حضراتكم تلاحظوا في جزء عندي هنا خاص بالنيو بروجكت وخاص بالاوبن بروجكت، وفي جزء عندي تحت اسمه الريسنت بروجكتس. الريسنت بروجكتس مسؤول عن عرض المشاريع اللي حضرتك اشتغلت عليها قبل كده. ما تنسوش حضراتكم في بعض الناس بتيجي تفتح البرنامج لاول مره بيظهر لهم النافذه دي لحضراتكم مثلا شايفينها قدامكم. هو طبعا بيسالك فوق بيقول لك choose your default environment setting، يعني اختار اللي هو البيئه الافتراضيه او اعدادات البيئه الافتراضيه اللي حضرتك هتشتغل عليها. هو المفروض طبعا ان هنشتغل عليها اللي هو general development setting. في طبعا لغات او بيئات تانيه شكل مثلا السي شارب، السي بلس بلس، الاف شارب، الويب ديفلوبمنت، في اللي هو الفيجوال بيزك ديفلوبمنت سيتنج. طبعا احنا بنختار اللي هو جنرال اللي هو التطوير او الاعدادات العامه.
انا قلت حضراتكم لو جينا فتحنا البرنامج في بعض ماس بيقابلها النافذه بالمنظر اللي حضراتكم مثلا شايفينه قدامكم، هو بيقول لي choose your default environment setting اللي هو اختار البيئه الافتراضيه او اعدادات البيئه الافتراضيه اللي تشتغل عليها. في عند اول بيئه اللي هي اسمها General Development Setting، وفي عندي مثلا اللي هو Visual Basic سي شارب والسي بلس والاف شارب والويب، دي كلها طبعا بيئات احنا طبعا هنشتغل على اللي هي بيئة التطوير General Development Setting، هنضغط عليها ونختار على طول Start Visual Studio. طيب في بعض الناس بتختار مثلا اي بيئة هي لسه مش فاهمة في البرمجة حاجة، فبتختار اي بيئة وتعمل Start Visual Studio وتحس ان اللغة او الواجهه مثلا بتاعها مختلفه عن الواجهه بتاعنا. طب هي تعمل الحاجات دي ازاي او تغير مثلا بيئه ازاي؟ بعد ما حضراتكم مثلا فتحتوا البرنامج خلاص بتروحوا القائمه اسمها قائمه تولز وتختاروا الامر امبورت اند اكسبورت سيتنج. ساعه ما نختار امبورت اند اكسبورت سيتنج بيطلع لنا طبعا نافذه بنختار اخر امر خالص اللي هو Reset all setting ونضغط على next، نضغط برضو على next، هيظهر لي طبعا البيئات هنا، بنختار البيئة، بنرجع تاني البيئة اللي احنا عايزين نختارها وليكن مثلا general development setting ونضغط في الاخر على finish. ده طريقة لو حد من حضراتكم مثلا اختار بيئة تطوير غير البيئة اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، عايزين نعمل اول حاجة، يبقى فهمت النقطة دي ولا حضراتكم فيها مشكلة؟ أنا قلت لحضراتكم إن في بعض الناس بتيجي تفتح برنامج الفيجوال بيزك دوت نت بيظهر لها الشاشة اللي ظاهرة قدام حضراتكم دلوقتي، وبيقول لي طبعًا اختار البيئة الافتراضية اللي حضرتك ناوي تشتغل عليها. طبعا عندي حوالي ما يقرب من 8 بيئات، كل بيئة طبعا لها شغل لوحده. المفروض اللي هنشتغل عليها البيئة اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي اسمها General Development Setting. General Development Setting. طيب افرض واحد ما خدش باله في أول مرة شغل فيها البرنامج واشتغل مثلا اختار لغة Visual C Sharp Development Setting وضغط على هو حددها من هنا وضغط على Start Visual Studio، ازاي يتراجع عنها؟ انا قلت طبعا يتراجع عنها عن طريق هو يفتح برنامج Visual Basic عادي خالص ويروح على قائمة اسمها قائمة Tools ويختار منها الأمر Import and Export Setting. Import and Export Setting، ساعة ما اضغط عليها بيظهر له نافذة. انت عايز تعمل ايه؟ أنا عايز أرجع كل حاجة أنا اخترتها مثلا للوضع الافتراضي بتاعها، أنا هختار Reset All Settings يعني استرجاع كل الإعدادات اللي أنا غيرتها في البداية، هختار Reset All Settings وأضغط على Next، هنضغط برضو على Next يعني هو بيقول لك هتحفظ مثلا الشكل بتاعك الافتراضي، قول له مثلا لو أنت مش عايز تحفظه قول له نو ما تحفظوش، ولو أنت عايز تحفظه هتقول له يس. هقول له نو جاست ريست سيتنج، اقول له نيكست، وابدا بقى اختار البيئه اللي انا هشتغل عليها. البيئه اللي انا هشتغل عليها اللي هي اسمها جنرال ديفلوبمنت سيتنج، وفي الاخر بنضغط على فينيش. طيب بعد ما فتحنا البرنامج بتاعنا اول مره قلت ان انا عندي جزئين في الجنب الشمال، في جزء اسمه نيو بروجكت وتحته حاجه اسمها اوبن بروجكت، في جزء تحت اسمه الريسنت بروجيكتس. الريسنت بروجيكتس معناها الملفات او المشاريع الحديثة، يعني اخر ملفات انا اتعاملت معاهم بتظهر المشاريع كلها اسفل الريسنت بروجيكتس. يمكن بكل بساطة اضغط على المشروع اللي انا عايز افتحه او اضغط عليه مرة واحدة بالزر الايسر بالفارة. انا مش عايز كده، انا عايز اعمل مشروع جديد، يعني هنشئ مشروع من البداية. طبعا طالما هتنشئ مشروع من البداية هتضغط على نيو بروجكت. طيب
انا مثلا عملت فيه جزء وهكمل الجزء مثلا بكره او بعده، لو مش هختار نيو بروجكت المره الجايه هضطر اختار اوبن بروجكت، او اروح على المشروع او المكان اللي انا حاطط فيه المشروع بتاعي واقوم ضاغط على الايقونه بتاع البرنامج مرتين فيقوم فاتح على طول برنامج المشروع بتاعك تستكمله يعني. يبقى انا دلوقتي هختار نيو بروجكت. لو لاحظتوا جنب النيو بروجكت موجود ثلاث نقط صغيره كده، معنى كده انك لو ضغطت عليها المفروض يظهر لك مربع حواري، يعني نافذه هتتعامل معاها. وحضرتك لسه ما شرحتش النافذه الرئيسيه، انا لسه بتكلم بعد ما حملت برنامج فيجوال بيزك وعرفت ازاي طبعا هبدا اغير الاعدادات بتاع البيئه اللي انا هشتغل عليها. هنشتغل على الاثنين، هنشتغل ان شاء الله على الكونسول وهنشتغل على يونتي ابلكيشن. انا بشتغل على جنرال ديفلوبمنت سينج لانها طبعا شامله يعني حاجه اشمل واعم من الفيجوال بيزك. يمكن نشتغل على، لو حضرتك مثلا عايز نشتغل على فيجوال بيزك كمبتدئ مفيش مشكله، بس من الافضل ان احنا نشتغل بصوره عامه. تمام حضراتكم، انا هفتح البرنامج مره تانيه حضراتكم. طبعا بعد هفتح البرنامج ازاي، بضغط على زر ستارت واختار اول بروجرامز، هختار منها مايكروسوفت فيجوال استوديو 2010. ساعه ما اضغط عليها بتظهر لي مجموعه ايكونز، ببدا اختار مايكروسوفت فيجوال استوديو 2010. ساعه ما اضغط عليها بتظهر نافذه البرنامج الرئيسيه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طبعا انا عايز انشئ مشروع الاول، فانا طالما هنشئ مشروع الاول عندي ثلاث طرق من النافذه اللي حضراتكم شايفينها. اما بروح لقائمه فايل واختار الامر نيو ومنها بختار بروجكت، يعني فايل نيو بروجكت، يا اما بختار الايقونه اللي هي اسمها نيو بروجكت الموجوده بشروط الادوات، يا اما بنزل تحت واختار الامر نيو بروجكت. يبقى انا عندي ثلاث طرق عشان اعمل بها، هو المفروض اربعه. يمكن على فكره نضغط على كنترول مع ان اللي هو اختصار لكلمه نيو. يبقى انا عندي كام طريقه عشان انشئ بها مشروعي؟ عندي ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه اللي هو قائمه فايل واختار الامر نيو ومنها بختار بروجكت. الطريقه الثانيه بضغط على الايقونه اللي هي اسمها نيو بروجكت الموجوده بشروط الادوات القياسي، لان حاجه ثانيه بختار الايقونه نيو بروجكت الموجوده بشريط الادوات القياسي. يمكن الطريقه اللي هي من لوحه المفاتيح هختار اللي هي كنترول شيفت مع ان، مش كنترول مع ان بس، يعني ثلاث ازرار مع بعض كنترول شيفت مع ان. هنحاول نضغط على نيو بروجكت الموجوده قدامي، طبعا باي طريقه هتوصلك للنافذه او المربع الحواري المفروض هيظهر قدام حضرتك ده. حتى لو ضغطت على كنترول مع شيفت مع ان حضرتك برضه هيظهر المربع الحواري اللي قدام حضرتك. قلت لحضراتكم ان انا عندي ثلاث طرق عشان اعمل بها مشروع الجديد. الطريقه الاولانيه من قائمه فايل بنختار منها نيو ومنها بختار بروجكت. ده أول طريقة. الطريقة التانية إن أنا بضغط على تلات مفاتيح مع بعض كنترول مع ألت أو مع شيفت مع حرف ال N. الطريقة التالتة يمكن أضغط على أيقونة نيو، نيو أيكونز فروم تولز بار. اللي هو بضغط على ايقونه نيو الموجوده بشريط الادوات اللي موجود قدام حضرتك.
قراءة تالتة بقى بضغط على نيو بروجكت الموجود بالنافذة الرئيسية. فروم ستارت بيج هي صفحة البداية اللي ظهرت قدام حضراتكم، كانت صفحة البداية. دي ثلاث طرق طبعا عشان اعمل بها المستند او انشئ بها المشروع بتاعي الاول. ما اعتقدش طبعا فيها مشاكل الثلاث طرق او الاربع طرق اللي احنا قلنا عليهم. طب حضراتكم دلوقتي اعمل شير مرة تانية ان شاء الله يظبط المرة دي. شكل وظهر ده حضراتكم في الجزء الثاني ده. عندي طبعا قائمة فايل بختار منها الأمر اللي هو نيو، ومنها بختار بروجكت، وجنبها طبعا الاختصار بتاعها اللي هو كنترول شيفت مع ان من الكيبورد. الطريقة التانية بضغط على الأيقونة نيو بروجكت الموجودة بشريط الأدوات. وعندي طبعا من الستارت بيج، الستارت بيج ده اللي هي صفحة البداية اللي هي أول صفحة بتظهر لك لما تيجي تفتح برنامج الفيجوال بيزك. طبعا يمكن نلغي الصفحة دي وبالاختيار او بالضغط على الزر اللي هو تشيك بوكس الموجود امام شو بيج اون ستارت اب. يعني لو انت عايز تظهرها بتحط علامه صح عليها، ولو انت مش عايز تظهرها بتضغط تشيل علامه الصح. ستارت بيج اللي هي صفحه البدايه، طبعا صفحه البدايه ديت مهمه للناس دايما لما تصل الانترنت ان هي بتعرف ايه الجديد في البرنامج الفيجوال بيزك. يمكن تقدر تحدثه طبعا من شركة مايكروسوفت، بتخليك دايما مرتبط بشبكة الانترنت. احنا طبعا بنختار اللي هو الايقونة نيو بروجكت الموجودة قدام حضراتكم دي. ساعة ما ضغطت عليها ظهر لي دايلوج بوكس مربع حواري. من المربع الحواري ده بختار نوع التمبلت او نوع المشروع اللي انا هشتغل عليها. يمكن احنا هنشتغل على ثلاث انواع من انواع المشاريع بتاعنا شكل ما حضراتكم عارفين. هنشتغل على ويندوز فورمز ابلكيشن اللي هو بيعمل تطبيقات اللي هي برامج تطبيقيه يعني لنوافذ النظام. وهنشتغل على اللي هي الكونسول ابلكيشن اللي هو برامج بتعتمد على شاشه الدوس. وهنشتغل مره ثانيه على اللي هو الاي اس بي، هنعمل مواقع انترنت. بس طبعا ده هيكون في المستوى الثاني او الثالث ان شاء الله، اللي هي بلغه ممكن نعمل موقع بلغه الاي اس بي دوت نت. يبقى انواع المشاريع اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله الويندوز فورمز ابلكيشن، وهنشتغل على الكونسول ابلكيشن، وهنشتغل على الاي اس بي دوت نت. يمكن في بعض الناس بتقول لك ايه الفرق بين الويندوز فورمز ابلكيشن والكونسول ابلكيشن، او في بعض الناس ما بتعرفش يعني ايه كونسول ابلكيشن. هقفل الشير دلوقتي واشرح لحضراتكم بس ايه المقصود بيه الكونسول ابلكيشن. هو بالنسبه للكونسول ابلكيشنز في بعض الناس تقول لك يعني ايه كونسول، يعني ايه ويندوز ابلكيشن. هو عموما الويندوز ابلكيشن بيعمل برامج تطبيقيه، يعني ممكن حضرتك مثلا باستخدام الفيجوال بيزك دوت نت تعمل برنامج يضاهي برنامج الوورد، تعمل برنامج يضاهي مثلا المستعرض بتاعك اللي هو الاكسبلورر سواء الفايرفوكس او الانترنت اكسبلورر او جوجل كروم. يمكن حضرتك مثلا تعمل برامج شكل مثلا برنامج البينت، برنامج الرسام، اي برنامج يخطر على بالك يمكن تعمله ببيئه الويندوز فورمز ابلكيشن. لكن الكونسول ابلكيشن هو تطبيق او برنامج شكل اي برنامج يمكن تلاقيه مثلا وانت شغال على الانترنت. بس عيب على فكره الكونسول ده ما بيستخدمش واجهة رسومية، يعني لو كتبته كده اكتب لحضراتكم اسمه كده كونسول ابلكيشن. هو تطبيقات ما بتستخدمش على فكرة الواجهة الرسومية، لكن بيستخدم واجهة نصوص فقط. يمكن حضرتك مثلا برنامج شكل البرنامج تلاقيه دايما في صفحه الدوس. كلكم طبعا عارفين شكل الدوس. في حضراتكم ممكن اعمل لكم الشير اوري لكم بس شكل اللي هو بقيه الدوس اللي هو زمان كانوا بيشتغلوا عليها اللي هي الشاشه مثلا السمراء اللي بتظهر ديت زمان. يبقى اذا الكونسول بيعمل تطبيقات
بس ما بتشتغلش بواجهة رسومية، بتشتغل بس بواجهة نصية اللي هي شبيهة إلى حد ما كومنت لاين فعلا، يعني حضرتك مثلا بتدخل لها بس الأوامر. طيب يمكن في بعض الناس بتقول هو أنت قلت مثلا الفيجوال بيزك تطور، طيب طالما تطور طبعا يبقى هيشتغل بالجي او اي اللي هو جرافيك يوزر انترفيس، اللي هو هي فعلا عكس الكونسول، عكس الجي او اي. هو الجي او اي بتستخدم واجهه رسوميه، لكن اللي هو الكونسول ما بيستخدمش خالص واجهه رسوميه. لكن في بعض الناس بتقول طالما الفيجوال بيزك دوت نت مثلا تطور بقى بيستخدم الجي او اي، ايه داعي ان هو في الاصدارات الجديده بتاعنا جاب لنا اختيار الكونسول؟ هو عايز يرجعنا مثلا ايام زمان نشتغل مثلا شكلها؟ قال لك لا، هو الكونسول طبعا لحد دلوقتي بالرغم من ظهور برامج وتطبيقات ذات واجهه رسوميه، في بعض الافراد والشركات لسه بتستخدم تطبيقات والعاب خاصه بالكونسول. لما شركه مايكروسوفت على فكره طرحت في 2000 في اول 2011 او بالتحديد في نص سنه 2011، كانت عامله سؤال مين اللي بيستخدم دايما اللي هو الويندوز ابلكيشن ومين اللي بيستخدم الكونسول ابلكيشن، وطلع اكتر من حوالي 46% من الناس كلها اللي بتخش دايما، او بمعنى اصح المبرمجين، هم دايما بيفضلوا اللي هو الكونسول ابلكيشنز عن اللي هو الابلكيشنز العادي اللي هو الويندوز ابلكيشنز. يعني بمعنى اصح يمكن نقول ان الكونسول لسه له معجبين في بعض انحاء العالم، وفي بعض الناس على فكره بتفضل ان هي تستخدم دايما بالكونسول، بتنشئ تطبيقاتها بالالعاب، تنشئ تطبيقاتها مثلا باي حاجه من خلال الكونسول مش من خلال الويندوز ابلكيشن. على فكره الكونسول في بعض الناس بتستخدمه للتدريب على عمل البرامج، احنا ان شاء الله هنتعود ازاي نعمل برامج صغيره، ولو حضرتك مثلا عايز تتعلم قواعد برمجيه بعد كده يمكن تتعلمها من خلال الكونسول. وكمان الكونسول طبعا بيبقى عام على كل لغات البرمجه. طيب في بعض الناس دلوقتي بتسال بتقول هو ينفع الكونسول اعمل بيه موقع انترنت؟ ينفع؟ في راي حضراتكم ينفع الكونسول اللي هو بيستخدم واجهه تطبيق شكل الدوس ينفع اعمل بها موقع انترنت؟ هو طبعا مش هقدر من خلال اللي هو الكونسول اعمل بيها موقع انترنت. عارفين ايه السبب؟ حتى لو حاولت انك تعمل مثلا وتطور برنامج بيستخدم قواعد او برنامج مثلا بيعمل موقع انترنت من خلال الكونسول، مين اللي انت معتقد ان هو يخش لك على الموقع؟ فعلا لانها ما بتدعمش اللي هي الجي او اي. يبقى اذا الكونسول ما بستخدموش عشان اعمل موقع بيه على الانترنت، انا بستخدمه بس عشان اعمل عمليه تدريب على بعض البرامج المعقده اقدر احللها مثلا في الكونسول عن الويندوز ابلكيشن. وحتى لحضرتك مثلا لقيت ثغره انك بتتعلم موقع انترنت على الكونسول مش هتلاقي الموقع بتاعك حد بيخشه، لانه طبعا هيكون موقع ممل بمعنى اصح. كده انا شرحت ايه الفرق بين الويندوز ابلكيشن والكونسول ابلكيشن. في حد محتاج حاجة في الكونسول أو الويندوز أبلكيشن؟ هو حضرتك لو فكرت تعمل برنامج بالكونسول هو هيكون طبعا هتدخل له حضرتك أنت الأوامر. يعني أعتقد في بعض البرامج يمكن حضرتك مثلا المرة الجاية هعرض لحضرتك بعض البرامج اللي هي بتشتغل دايما بالكونسول. يمكن فعلا يمكن تشتري على فكره برنامج شركات في الدبليو اف اي. ماشي حضرتك، احنا هنشتغل، انا قلت لحضرتك هنشتغل على الثلاثه اللي هو الويندوز ابلكيشن والكونسول ابلكيشن والاي اس سي دي، بعد كده طبعا هيجي اللي هو التطبيقات او العناصر الثانيه ان شاء الله. قلت لحضرتك مثلا السبب في عدم استعمال الكونسول في تصميم الموقع لانه طبعا ما بيستخدمش الجي او اي، يعني ما بيستخدمش واجهه البيئه الرسوميه، يعني كل اللي هيستخدمه بس انك حضرتك مثلا او حضرتك مثلا هتدخلي الاوامر من خلال التكست اللي هي النصوص. وحتى لو لقيت ثغره مثلا انك تعملي موقع انترنت من خلال الكونسول ابلكيشن، ما فيش زوار هيقدروا يخشوا الموقع، لانه طبعا هيكون موقع بيفتقد لاهم حاجه في العصر
الحالي عصر التكنولوجيا اللي هو جي يو اي اللي هي جرافيك يوزر انترفيس. بالظبط كده يا استاذه مروه، اللي كنت فعلا بعمل بيه اكواد وتطبيقات صغيره. بس على فكره يمكن لو حضرتك مثلا الكونسول لو اتدربت فيه اكتر يمكن تعمل لي برنامج يضاهي برنامج بتعمليه مثلا باليونتس ابلكيشن. برنامج سلس يا استاذ لمياء، برنامج سلس. مش فاهم حضرتك السؤال. يبقى احنا قلنا الثلاث تطبيقات اللي احنا هنستخدمهم، عندنا اللي هو الويندوز ابلكيشنز، وعندنا الكونسول ابلكيشنز، وعندنا الاي اس بي دوت نت، او بمعنى اصح اللي هو بيسموها الويب ابلكيشنز اللي هو تطبيقات الويب، يعني تعمل موقع انترنت. ما فيش حضرتك الاي سي بي فعلا مش هيظهر في النسخ الصغيره، بس حضرتك انا قلت لك انت حضرتك تشغل معانا بالاي سي بي او تشغل معانا بالبرنامج اللي حضرتك منزله مثلا في النسخه الصغيره لغايه ما حضرتك تنزل النسخه الكبيره. هنعمل شير تاني معلش. طبعا النسخه الصغيره اللي حضرتك منزلها اللي هي كانت مساحتها 3 ميجا مش هنقدر نكمل بيها حتى المحاضرات الجايه، يعني ممكن حضرتك مثلا تستحملك المحاضرة الجاية وممكن المحاضرة اللي بعدها، لكن بعد كده طبعا هتحتاج تنزل البرنامج كامل. ده احنا قلنا طبعا خطوات إنشاء مشروع جديد، عندنا حوالي 4 طرق لإنشاء مشروع جديد. الطريقة الأولى اللي هو فايل نيو بروجكت، والطريقة الثانية اللي هو كنترول مع شيفت مع إن، الطريقة الثالثة اللي هو بنضغط من الستارت بيج اللي هي صفحة البداية نختار اللي هو نيو بروجكت، ده اللي هي اسمها نيو بروجكت. والطريقه الثالثه او الطريقه الرابعه اللي احنا بنضغط على ايقونه نيو بروجكت الموجوده بشريط الادوات. لما بنيجي نشرح البرنامج طبعا ونعمل مشروع جديد بيظهر له المفروض نافذه او مربع حواري. قلنا طبعا ان احنا عندنا حاجه اسمها التمبلتس، التمبلتس معناها القوالب، القوالب او الانماط اللي احنا هنشتغل عليها. واحنا قلنا طبعا هنشتغل على 3 انواع من انواع القوالب، في قوالب طبعا تانية هنشتغل عليها بعد كده. في عندنا قالب اسمه ويندوز فورمز ابلكيشن، في عندنا قالب اسمه كونسول ابلكيشن. احنا طبعا هنختار القالب المسمى في اول حاجه خالص اسمه ويندوز فورمز ابلكيشن. ساعة ما نختار ويندوز فورمز ابلكيشن بيديلي طبعا جنب النيم اسم افتراضي للمشروع بتاعي. طبعا خد بالك ان اسم المشروع يفضل ان احنا دايما نسميه بالانجلش، ومتاح لك انك تسميه باللغه العربيه، لكن بيعمل لك بعد كده مشاكل كتيره جدا. يعني يفضل دايما يكون اسم المشروع بتاعي باللغه الانجليزيه، ويكون دايما اسم المشروع دال على الشغل اللي انت هتعمله. يعني مثلا نفترض ان انا هعمل برنامجي مثلا الاول، فانا بكتب مثلا برنامجي على اساس ان هو مثلا بالانجليزي. ده لو حضرتك مثلا مش عايز تكتبه بالعربي ممكن تكتبه بالانجليش في صوره باللغه العربيه، لو دايما بيسموها لغه كده مش عارف الدعم الفني دايما بيقولوا عليها اللغه ايه. فرانكو فعلا. يمكن حضراتكم الظاهر قدامكم دلوقتي هو ده واجهة اللي هو برنامج الفيجوال بيزك، هو ده طبعا الواجهة بتاع برنامج الفيجوال بيزك. طبعا انا قلت اللي هو عندي ايقونة اللي هي اسمها نيو بروجكت الموجودة بشريط الادوات الموجودة بالنافذة اللي هي الستارت بيج اللي هي صفحة البداية. ماشي، هي الاسئلة بتاع حضراتكم هبسجلها انا عندي وان شاء الله هجاوب عليها في الاخر. تمام. هو دي هي دي واجهه طبعا برنامج الفيجوال بيزك دوت نت. احنا طبعا بنشتغل على اللي هو النيو بروجكت اللي هو انشاء مشروع جديد. هنختار ويندوز فورمز ابلكيشن، وامام النيم بنكتب اسم المشروع بتاعنا، وليكن مثلا هنسمي المشروع بتاعنا باسم فيرست بروجرام.
يعني المشروع بداية بتاعنا. في عندي تحت كده حاجة اسمها اللوكيشن. اللوكيشن اللي هو الموضع او المكان اللي انا عايز احفظ فيه المشروع بتاعي. خد بالك ان هو بيدي لك مكان افتراضي من عنده. المكان ده طبعا بيكون السي واليوزر واسم الجهاز بتاعك، وبعد كده الدوكيومنتس، وموجود جوه مجلد اسمه الفيجوال ستوديو 2010. على فكره لما بنيجي نعمل او بننزل برنامج فيجوال بيزك على الجهاز بتاعنا، هو تلقائي بيعمل في ماي دوكيومنتس مجلد بنسميه الفيجوال ستوديو 2010، وجواه مجلد اسمه البروجيكتس اللي هو المشاريع. بس في مشكله، ان لو النسخه نسخه الويندوز بتاعك حصل فيها مشكله وكنت عينها في المجلد اللي هو ظاهر التلقائي بتاعك ده، طبعا المشروع مش هتلاقيه بعد كده. لذلك دايما انا بفضل احفظه في مكان على الهارد ديسك بتاعي، وليكن مثلا على الكورس دي او الكورس اي او الكورس اف. دي طبعا مهمه جدا لازم تعرفها، عشان لو انت بتشتغل برنامج كبير جدا وحصل او اشتغلت مثلا نص او حاجه، حصل بعد كده مشكله والويندوز مثلا وقع منك او حصل فيه مشكله في الويندوز، فانت طبعا هتضطر تعيد البرنامج من الاول تاني لو انت حافظه في المجلد الافتراضي بتاع الفيجوال ستوديو. لكن لو حضرتك مثلا حافظه جوه الدي، حافظه جوه، حافظه على فلاشه مثلا، حافظه على اسطوانه، هيكون من الافضل انك تستكمل من حيث انتهيت. وعندي تحت حاجه اسمها السولوشن نيم اللي هو اسم مشروع الحل او مستعرض الحل، هنتعرف عليه بعد كده. طبعا لو انا عايز اغير المكان الافتراضي بتاع الملف بتاعي او مكان المشروع بتاعي الافتراضي، بضغط على براوز. ساعه ما اضغط على براوز ببدا احدد المجلد اللي انا هشتغل فيه. ببدا يمكن اعمل مثلا مجلد جديد نيو فولدر واسميه مثلا ماي بروجرامز. يعني في حضرتك مثلا ساعة ما ضغطت على براوز المفروض طلع لك مربع حواري فوق في زر اسمه نيو فولدر، يمكن حضرتك تختار او تضغط عليه وتبدأ تكتب مثلا الاسم اللي انت عايزه ماي بروجرامز مثلا، وتقول له تحت سيلكت فولدر، يبقى هو كده حدد المجلد اللي هيحفظ فيه المشروع بتاعه، وتضغط بعد كده على زر اوكي. هتنتظر لغاية ما يتم تحميل المشروع وتظهر النافذه الرئيسيه بتاع برنامج الفيجوال بيزك دوت نت. طبعا اللي كانت ظهرت قبل كده ما كانش واجهه برنامج الفيجوال بيزك دوت نت، كانت حاجه اسمها الستارت بيج اللي هي صفحه البدايه. صفحه البدايه دي هي اول صفحه بتظهر لك لما تيجي تحمل برنامج الفيجوال بيزك دوت نت. هقفل البرنامج تاني وافتحه، برنامج الفيجوال بيزك ستارت والبروجرامز مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010، واختار مايكروسوفت فيجوال ستوديو برضه 2010. المفروض طبعا هتظهر لي نافذه برنامج فيجوال بيزك، هختار اللي هو نيو بروجكت اللي هو مشروع جديد. قلنا طبعا هنشيل على القالب دلوقتي اللي هو اسمه ويندوز فورمز ابلكيشن، هو تلقائي بيكون محدده. انا بضغط عليه ومن النيم هو بيدي لي اسم افتراضي من عنده اللي هو اسمه ويندوز ابلكيشن 1، ده الاسم الافتراضي بتاع المشروع الجديد اللي انا بعمله. طبعا انا قلت نحاول دايما اسماء المشاريع بتاعنا تكون باللغه الانجليزيه، لان في بعض المشاكل بتحصل بعد كده لو انت سميته باللغه العربيه. طيب في بعض الناس تقول لك طب انا مثلا عايز اسمي المشروع بتاعي مثلا باسم حاجه معينه، يمكن استخدم اللغه الفرانكو. يعني مثلا عايز اسميه برنامجي، فمش عايز مثلا مش هقدر اكتب كلمه برنامجي باللغه العربيه، عايز اكتبه باللغه الانجليزيه. قال لك يمكن نستخدم اللغه الفرنكو ان احنا مثلا نكتب كلمه برنامجي. ماشي. ومن البراوز بنقدر نحدد الملف اللي احنا هنشتغل، او من اللوكيشن بنقدر نحدد المجلد اللي احنا هنحفظ فيه المشاريع بتاعنا. ساعه ما نضغط على براوز بنروح على المجلد اللي احنا هنحفظ فيه المشاريع بتاعنا، وليكن مثلا على الديسك توب او على الدي او على الاي، اي كورس بتختاره. وبنعمل يمكن نعمل مجلد جديد عن طريق الامر النيو فولدر، ونسميه مثلا اللي هو الاي بي سي، مجلد مثلا معين ونقول له سيلكت فولدر، يعني حدد المجلد ده
بحيث يكون الملف او المجلد الافتراضي اللي يحفظ فيه كل المشاريع بتاعي. والسوليوشن نيم اللي هو اسمه مستعرض الحل اللي هو بيعرض اسم الملفات، بعد كده هنعرفه قدام شويه. وبنختار او بنضغط على الزر اللي هو اوكي. يبقى انا اخترت ويندوز فورمز ابلكيشن، كتبت اسمه، اخترت مكانه، وكتبت اسم السوليوشن. لا ما كتبتوش، لان اسم السوليوشن تلقائي بياخد من اسم النيم بتاع المشروع. فلو حضرتك غيرت النيم بتاع المشروع، السوليوشن تلقائيا بيتغير على حسب الاسم بتاعه. ونضغط بعد كده على زر اوكي. بعد ما نضغط على زر اوكي، المفروض اللي ظهر قدام حضراتكم ده طبعا واجهه برنامج الفيجوال بيزك دوت نت. خلاص، هي دي طبعا واجهه برنامج الفيجوال بيزك دوت نت الرئيسيه. لو بصينا لواجهه البرنامج بتاعنا هنلاقيها مكونه من بعض المكونات. طبعا اول حاجه شريط العنوان اللي هو تايتل بار، وبعد كده شريط القائم منيو بار، وشريط الادوات، وعندي كده في النص ظهرت الفورم. الفورم ده طبعا هو الاساس اللي احنا بنشتغل عليها. خلي بالكم ان لغه او بيئه التطوير المتكامله اللي هي او لغه الفيجوال بيزك دوت نت بيطلق عليها بيئه تطوير متكامله اللي هي المصطلح اي دي اي، اللي هو اختصار بتاعها Integrated Development Environment. Integrated Development Environment يعني بيئة تطوير متكاملة. بيئة التطوير المتكاملة دي بتسمح لك انك هتنشئ وتختبر وتصحح جميع البرامج، شكل برامج موبايل، برامج انترنت، برامج ويندوز. يبقى تاني الـ IDE اللي هو كمثال لغة الـ Visual Basic دوت نت تسمح لك انك بتنشئ وتختبر وتصحح البرامج بتاعك، وكمان هتمنحك او هتديك ادوات كتيرة جدا عشان تنشئ بها واجهة التطبيق بشكل سهل وسريع. يبقى الـ IDE بيعمل حوالي ثلاث حاجات، او حاجتين هلخصهم في حاجتين. اول حاجة بتنشئ وتختبر وتصحح البرامج بتاعك، سواء برامج موبايل او برامج انترنت او برامج ويندوز. حاجة تانية ان هي بتديك ادوات كتيرة جدا عشان تسهل لك او بتخليك بكل سهولة وتكون مثلا سريع انك بتنشئ واجهة التطبيق بالشكل اللي انت عايزه. عموما الواجهة اللي قدامنا دلوقتي اللي هي بيسموها دايما الفورم، والفورم ده هو طبعا الاساس بتاعنا. يعني دايما الواجهه اللي احنا بنشتغل عليها دايما هي الفورم اللي هي نافذه النموذج. طب تعالوا سريعا كده نتعرف على ايه هي مكونات الواجهه بتاعنا. احنا قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الفورم اللي هي بيسموها دايما نافذه الفورم ديزاينر، اللي هي مصمم النماذج او مصمم الشاشات، يعني واجهه البرنامج بتاعي. طيب في بعض الناس بتقول هو الواجهه بتاعي هتبقى صغيره بالحجم ده؟ اقول له لا، احنا طبعا يمكن نكبر الحجم بتاعها عن طريق مقابض التحكم اللي هم حوالي 3 اللي بيظهرهم في حدود النافذه بالضغط مع السحبه. يعني احنا ممكن حضراتكم نضغط على اي مقبض فيهم ونطول سواء بالطول او العرض او تحريك بشكل قطر اللي هو الطول والعرض مع بعض، بحيث انك هتوصل للشكل او الحجم اللي انت عايزه. هي دي طبعا اول مكون لينا من مكونات اللي هو الواجهه، واجهه برنامج الفيجوال بيزك بتاعنا. بنلاحظ في الجنب كده ظهور بعض الازرار. على فكره لغه الفيجوال بيزك نت اللي هو الازرار 2010 بقى في حاجه مهمه جدا، انك يمكن مثلا تعمل عمليه اخفاء لبعض الحاجات اللي انت مش محتاجها بحيث ان تبان نافذه الفورم كبيرة او حجمها كبير يعني. تمام. يبقى اول حاجة عرفناها الفورم. في بعد كده عندي حاجة اسمها التول بوكس اللي هو صندوق الادوات. صندوق الادوات بستخدمه في ايه؟ بستخدمه ان هو بيحتوي على ادوات كتيرة جدا اعطتها لي لغة الفيجوال بيزك دوت نت عشان اصمم المشروع بالطريقة اللي انا عايزها، مش بالطريقة اللي البرنامج عايزها. يعني كل الادوات ديت
شكل مثلا نقول بعض الادوات. عندي مثلا اداه شكل اداه البوتون، اداه التشيك بوكس، اداه مثلا اللي هو الليبل، اداه الكومبو بوكس، اداه البيكتشر بوكس، الراديو بوتون، تشيك بوكس، تكست بوكس، في عندي اداه اللي هو الجروب بوكس، تاب كنترول. دي كلها عباره عن ادوات بتساعدني اللي انا اعمل المشروع بالطريقه اللي انا عايزها. يمكن اكتر الادوات دي ان شاء الله هنتعرض لها بالتفصيل الممل. في عندي حاجه اسمها السيرفر اكسبلورر، في نافذه اسمها السيرفر اكسبلورر. دي طبعا نافذه لو انت هتعمل ربط مع سيرفر او ربط مع قواعد البيانات هنحتاج النافذه دي، بس طبعا مش هنحتاج لها في المستوى الاول بتاعنا. في عندي برضو حاجة اسمها الداتا سورس، يمكن يظهر معاك برضو. في عندي في الجنب هناك حاجتين مهمتين جدا، حاجة اسمها السوليوشن اكسبلورر اللي احنا لسه متكلمين عليه من شوية. السوليوشن اكسبلورر اللي هو مستعرض الحل، يعني أي حاجة في البرنامج موجودة عندك بتتعرض جوه السوليوشن اكسبلورر اللي هو مستعرض الحل. يعني مثلا نفترض أنا عندي نافذة اسمها فورم 1، هتلاقي موجود هنا حاجة اسمها فورم 1. طب لو في نافذه مثلا ثانيه هتلاقيها بتظهر داخل السوليوشن اكسبلورر. يبقى السوليوشن اكسبلورر ما هو الا ان هو بيعرض الملفات والمشاريع والصور والملفات كلها اللي ملحقه داخل البروجكت بتاعي. في عندي برضو حاجه في غايه الاهميه، حاجه اسمها البروبرتيز، متكلمين عليها من شويه. البروبرتيز معناها ايه؟ ها الناس اللي متابعه معانا، يعني ايه بروبرتيز؟ يعني ايه بروبرتيز؟ خصائص. برافو، فعلا الخصائص اللي هي اللي احنا، مش انا قلت قبل كده ان كل كائن له خصائص بتميزه عن غيره؟ يعني انت مثلا ليك اسم وانا ليا اسم، مع ان احنا الاثنين يمكن انسان، بس ده له خصائص بتميزه وده له خصائص بتميزه. بمعنى صح يمكن تسميها، ده خصائص تسميها الصفات. فعلا بالظبط كده، خصائص الكائن اللي انا بحدده. يبقى اذا لو انا عندي مثلا بوتون، وعندي يعني عندي مثلا زر وعندي فورم، وحددت الفورم، هل الفورم الخصائص بتاعه هتكون شكل البوتون؟ لا، الفورم له خصائص خاصه بيه والبوتون له خصائص خاصه بيه. مثال عشان الفهم اكتر، طبعا في بعض الناس بتشتكي بتقول لك لما بضغط على البروبرتيز واطلع بره الاقي البروبرتيز طبعا اتشال، يعني انا عايز اثبت نافذه البروبرتيز تكون ظاهره قدامي. طبعا عندنا في ثلاث ازرار فوق، في عندي حاجه اسمها الاوتو هايد سواء اون اوف، اللي هو تشبه دايما اللي هو شكل المسمار كده، لو ضغطت عليها طبعا بتثبت مكانها او ان هي مثلا ما تحتلش مساحه من على الشاشه. انا دلوقتي مثلا المفروض ثبت نافذه البروبرتيز المنظر اللي حضراتكم قدامكم ظهر قدامكم. طيب لو رحت مثلا من التول بوكس حطيت اداه مثلا وليكن اداه البوتون، سحبتها كده وحطيتها، هو لو انا عايز اي اداه من داخل التول بوكس ما عليا اللي انا بضغط ايه؟ بضغط عليها مره واقوم ساحبها، او اضغط عليها مرتين. هنتعرف على الحاجات ديت قدام شويه، بس انا دلوقتي عندي كام اداه؟ في بعض الناس تقول اداتين، لا انا عندي ثلاث ادوات. ايه هما؟ الفورم، الفورم ده تعتبر اداه كائن مستقل بنفسه. طب وعندي البوتوم، طيب وعندي ايه تاني؟ التشيك بوكس. يبقى انا عندي كام اداه؟ ثلاثة. بلاش اداه بقى، عندي كام كائن؟ ثلاث كائنات. احنا قلنا قبل كده ان كل كائن له خصائص بتميزه. فانا لو حضراتكم لمحتوا بس اللي هو شاشه البروبرتيز وانا بضغط على الفورم، هتلاقوا طبعا الخصائص دي بتاع الفورم. طب لو رحت ضغطت على البوتوم، هتلاقوا الخصائص اختلفت على حسب الكائن اللي انا ايه محدد. طب التشيك بوكس الخصائص اختلفت. يبقى اذا نستنتج من كده ان كل كائن له خصائص بتميزه عن غيره من الكائنات التانية. تمام، عندي التول بوكس صندوق الادوات بتاعي، ادوات التحكم بتاعي، وعندي السوليوشن، وعندي البروبرتيز، وعندي الفورم. مهم جدا انك تعرف ان الفورم ده اللي هو نافذة النموذج، دي طبعا هي الواجهه بتاعي. طبعا اذا انعدم الفورم انعدم البرنامج، واذا وجد الفورم وجد التول بوكس. يعني احنا دايما بنقول ان التول بوكس والفورم واجهان العمله واحده، لان الاثنين بيحتاجوا بعض. يعني مثلا
نفترض ان حضرتك مثلا معاك سبوره، طب السبوره محتاجه ايه؟ قلم تكتب بيه. طيب ما لقيتش القلم يبقى خلاص السبوره ملهاش فايده. طب انا لقيت الاقلام وما لقيتش السبوره، الاقلام برضو ملهاش فايده، يبقى الاثنين دايما مكملين لبعض. يبقى اذا مكونات نافذه برنامج فيجوال بيزك سريعا، اخذنا اول حاجه اللي هو الفورم، اللي هو بيسموه دايما الفورم ديزاينر، اللي هو مصمم النماذج او مصمم الشاشات، وعند التو بوكس اللي هو صندوق الادوات، وعند اللي هو البروبرتيز اللي هو الخصائص، وعند سيرفر اللي هو دي طبعا هنستخدمه بعد كده. نقول على المكونات اللي احنا هنستخدمها، عند الفورم، عند التو بوكس، عندي السوليوشن اكسبلور، وعندي البروبرتيز. يبقى هم اربع مكونات هنستخدمهم في المستوى الاول بتاعنا بالظبط كده يا استاذ احمد، التول بوكس والفورم والبروبرتيز والسوليوشن اكسبلور. طيب في بعض الناس بتيجي تقول طب برنامج الفيجوال بيزك لما جت انشات مشروع جديد ادالي كام نافذه؟ ادالي كام نموذج؟ ادالي نموذج واحد هو الفورم 1. طيب نفترض انا عايز اعمل ثلاث نماذج، يعني انت عايز تعمل كام نافذه؟ عايز اعمل ثلاث نوافذ، ثلاثة فورمز. ايه هي الطرق اللي انا استخدمها عشان اعمل بيها نموذج جديد؟ طب سؤالي الاول، تفتكروا لو عملت نموذج جديد مكانه هيبقى فين؟ ايه المكان اللي هيظهر فيه الفورم لما بدرجه؟ هل هيظهر داخل التول بوكس ولا الفورم ولا البروبرتيز ولا ايه بالظبط؟ ما انا عارف ان هو هيبقى فوق القديم، بس فوق القديم فين بالظبط؟ في المكان هيظهر فيه الفورم الجديد بتاعي بالظبط كده. بالظبط فعلا، هو فعلا هيظهر على القديم بس مش هيلغيه، يعني هو هيحتفظ بالقديم شكل ما هو اللي هو فورم 1، وهيعمل لي واحد تاني باسم فورم 2. ان دايما برنامج الفيجوال بيزك دوت نت واخد مبدا التتابع، اللي هو مثلا لو انت عملت عندك ثلاثه بوتون، لو ادركت البوتون الاولاني اللي هو الزر الاول هيكون اسمه بوتون 1، طب لو ادركت الثاني بعده على طول هياخد نفس اسمه بس ما اتغير هيبقى بوتون 2. لان يعني احنا قلنا طبعا اذا تشابه كائنين مع بعض، يعني في كائن وفي كائن، استحاله هياخدوا نفس الخصائص. عايزهم ياخدوا نفس الخصائص يبقى انت هتبعد ده في مشروع وده في مشروع، لان يعني استحاله هيتواجدوا في مكان واحد بنفس الاسم. لازم ده بوتون 1 والتاني بوتون 2 والتالت هيكون بوتون 3. طيب انا عايز اعمل نموذج جديد، فورم جديد، طبعا عشان انشئ مشروع، عشان انشئ اللي هو نموذج جديد او فورم جديد، بروح على طول لقائمه اسمها قائمه بروجكت. في قائمة عندي من شروط القائمة اسمها قائمة بروجكت، وبختار منها أمر اسمه Add Windows Form. يبقى أنا بروح لقائمة بروجكت وأختار منها الأمر Add Windows Form، هيطلع لي طبعا مربع حواري، في طبعا برضه تمبلتس كتيرة، قوالب لنماذج كتيرة جدا. يمكن احنا هنشتغل طبعا على كتير منهم بس مش دلوقتي، هنشتغل احنا دلوقتي على فورم اسمه ويندوز فورم، لان المشروع بتاع حضرتك اللي اخترته في الاول خالص اسمه ويندوز فورمز ابلكيشن، فانا بالتالي هختار ويندوز فورم. طيب امام النيم ببدأ اكتب الاسم بتاع الفورم، هو اقترح عليه اسم اللي هو فورم 2، يمكن اسميه باسم تاني او اخليه شكل ما هو، واضغط في الاخر على اد. يبقى حضراتكم تاني كده تابعوا معايا من قائمة بروجكت. يبقى انا عشان انشئ مشروع جديد بروح لقائمة اسمها قائمة بروجكت، اكتبها لحضراتكم قدامكم، واختار منها الامر اد ويندوز فورم. وبعد ما بختار اد ويندوز فورم هيظهر لي دايلوج بوكس اللي هو مربع حواري،
بختار منه القالب المسمى ويندوز فورم، وبعد كده بغير الاسم بتاعه وبضغط على زر اد. اول لما تضغط على زر اد ورحت على السوليوشن اكسبلورر بتاعك هتلاقي طبعا اللي هو ظهر نموذج جديد بعنوان فورم 2. يبقى حضرتك يمكن تستخدم الطريقه دي، تستخدمها انك بتعمل كذا نموذج مع بعض، يعني ممكن تدرج نماذج كتيره انت محتاجها، بس اهم حاجه بتحدد الشاشات دي. طبعا كل شاشه هيكون لها حاجه متخصصه بنفسها، بس انا دايما بفضل ما تسيبش دايما اسم الملف الافتراضي او اسم اللي هو المشروع او النموذج الافتراضي شكل ما هو مديهولك. يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا الفورم الاول وليكن مثلا الفورم اللي انا عملته جديد المفروض مثلا هيكون خاص بي شاشه مثلا اللي هو التصدير، فانا من الافضل بسميها بالاسم اللي هو اكسبورتس. طب شاشه الاستيراد امبورتس. يبقى اذا كل مشروع او كل نموذج بيكون له اسم خاص بيه. ده طبعا انا دلوقتي كنت بنشئ، مش بنشئ مشروع جديد، لا، لان تلقائيا انا عملت مشروع جديد من الاول خالص. انا دلوقتي بنشئ فورمه جديده جوه المشروع فعلا، يعني نموذج جديد جوه المشروع. يبقى انا عشان انشئ مشروع جديد قلنا طبعا الطرق من قائمه فايند نيو بروجكت، لكن قائمه ثانيه اسمها قائمه بروجكت. من قائمه بروجكت بختار اد ويندوز فورم، وبختار منها القالب المسمى ويندوز فورم، واكتب اسمه الاسم الدال اللي انا هعمله، وبعد كده بنضغط على زر ايه؟ على زر اد. تمام، ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله الخطوات دي باذن الله هنكون مجهزين على الصور، بحيث لو حصل مشكله في الشير يبقى الصور جاهزه وموجوده باذن الله. يعني يبقى حضراتكم دلوقتي هو ما فيش حاجه اسمها كائن او فورم، لان اي حاجه بتتعامل جوه الاو او بي اسمها كائن. يعني حضرتك مثلا اللي هو الشاشه اللي قدام اللي ظاهره قدام حضرتك ديت دي اوبجكت كائن، فبالتالي الفورم اللي انا بعمله ده برضه عباره عن كائن. الفورم مجموعه نوافذ المشروع نربط بينها بصيغ برمجيه معينه. اه فعلا، هو طبعا هو الفورم هو الا نافذه بس وخلاص، لكن هتعرف بعد كده حضرتك ازاي تربط ما بين الفورم الاول والفورم الثاني، ازاي تخفي ده وتظهر الثاني، ده كله هتتعلمه ان شاء الله. هو في اختلاف بسيط فعلا ما بين الاصدار 2008 والاصدار 2010. الاصدار 2010 تطور، هو الفورم كائن من كلاس اللي هو اسمه البروجكت بتاعي كله اللي هو الويندوز ابلكيشن كله. هو الويندوز ابلكيشن بيتفرع عليه حاجه اسمها، او الويندوز ابلكيشن كله عباره عن كلاس هو متفرع منه الفورمز. لكن لو جيتي مثلا حطيت حضرتك يا استاذه اسماء، لو حطيت مثلا بوتون على الفورم، يبقى نقدر نقول ان الفورم ده موجود على لا نقدر نقول على البوتون كائن متفرع من الكائن الرئيس او من التصنيف اللي هو اسمه الفورم. لا، ما اقدرش اقول ان كل فورم بيمثل مشروع لوحده، لان المشروع يمكن يحتوي على 500 فورم. لا، ما تفكروش ان الفورم بتعمل مشروع واحد، لا، انا ممكن مثلا مشروع واحد يحتوي على 1000 فورم، 2000، مليون فورم، على حسب بقى حجم المشروع اللي انت عايزه وحجم النوافذ اللي انت عايزه. ما انا بقول لحضرتك لو هتشغل اللي هو بالاصدار 2008 ولقيت نفس الكلام اللي احنا بنقوله مفيش مشكله اشتغل بيه، لكن لو لقيت اختلاف افضل وانصحك انك تنزل اصدار 2010. المشروع بيدخله فورم، يمكن اضافه فورمز داخله، انا ممكن اضيف فورم جوه المشروع، لكن ما اقدرش اضيف فورم جوه الفورم نفسه. لان الفورم كل كائن مستقل بنفسه، فده فورم 1 والتاني فورم 2، وكلهم مدرجين جوه ويندوز ابلكيشن اللي هو المشروع اللي انا عامله. هنتعلم ان شاء الله بعد كده ازاي نربط ما بين الفورمز وبعضها. يبقى اعتقد دلوقتي الامر واضح. لو حضرتك مثلا عايز تنشئ فورم جديد، يبقى حضرتك بتروح على قائمه بروجكت وتختار اد ويندوز فورم، وبعد كده بتختار ويندوز فورمز وتكتب اسمه وتضغط. انا مثلا وليكن هسميه امبورتس، وليكن
امبورت، واضغط بعد كده على اد، هيعمل لي طبعا نموذج او فورم جديد بعنوان امبورت. يبقى انا دلوقتي عندي طبعا انا ممكن اتنقل ما بين الفورمز وبعضها عن طريق السوليوشن اكسبلورر، بضغط على فورم 1 مرتين هيعرض لي فورم 1، فورم 2 مرتين، لو ضغطت على الفورم اللي انا عامله اللي هو اسمه امبورت مرتين بيعرض طبعا النافذه الخاصه بالامبورت. هو انا عشان اربط ما بين الفورمز بعضها مش محتاج طبعا قواعد بيانات ولا حاجه، لا انا اربطها من خلال كود معين او من خلال وسيله معينه اللي هي وسيله اسمها شو، وسيله اسمها هايد، او وسيله الاظهار ووسيله الاخفاء. ويمكن الكائن في بعض الحالات بيتحول الى تصنيف، يعني هم دايما بييجوا يقول لك لو الفورم لوحده يبقى ده اسمه كائن، لكن لو الفورم اتحط عليه او وضعت عليه بعض الادوات يبقى تحول هنا من كائن الى تصنيف، بس تصنيف بصوره مؤقته، يعني ما اقدرش اقول عليه تصنيف بصوره دائمه على الفورم بتاعي. اضافه كلاس يعني بتضيف فئه جديده، هنتعلم بعد كده ازاي نضيف مثلا كلاس خاص مثلا بالمشروع بتاعنا بحيث ان كل مثلا فئه تكون لوحدها. ماشي مع حضرتك يا استاذه اسماء، انا بشرح كل المصطلحات بالانجليزي يعني، انا بس بسهل دايما بالعربي، يعني انا بقول لحضرتك مثلا روح القائمه بروجكت اختاري اد ويندوز فورمز، وبعد كده بتختار ويندوز ابلكيشن او ويندوز فورمز، وامام النيل بتكتبي تمام. احنا بنقول ازاي نعمل مثلا كلاس، تمام ماشي. وحضرتك مفيش شير شغال دلوقتي، اعتقد كده ان الشير ظهر لو جربنا بس طريقه سريعه او طريقه اللي هو اضافه نموذج جديد. بقول لحضراتكم مثلا هنروح على قائمه، يبقى انا دلوقتي لو بصيت قدام حضراتكم دلوقتي في الشير هتلاقوا فيه ثلاث نماذج، لو رحنا على السولوشن اكسبلور فيه فعلا ثلاثه فورمز، فورم 1 دوت في بي، فورم 2 دوت في بي، امبورت دوت في بي. يبقى انا كده عندي ثلاثة فورمز، فورم 1 فورم 2 والمفروض فورم 3، وانا غيرت اسمه لامبورت دوت في بي. يمكن اروح انشئ نموذج جديد عن طريق قائمه بروجكت، واختار الامر اد ويندوز فورمز، ثم تلقائي بيفتح لي دايلوج بوكس مربع حواري مكتوب طبعا بعض اللي هو القوالب الخاصه بالفورمز. انا طبعا تلقائي هو بيكون محدد على الويندوز فورمز، انا ده بختاره، وامام النيم بسيب اسمه شكل ما هو اللي هو فورم 3، يمكن مثلا اسميه باسم وليكن اكسبورت، واضغط على اد. طبعا هيضيف لي نموذج جديد قدامي على الشاشه، ولو رحت على السولوشن اكسبلور هتلاقيه طبعا عرض لي الاربع نماذج بما فيهم طبعا النموذج الجديد بتاع اللي هو اكسبورت. يمكن بعد كده احنا عملنا مثلا اربع نماذج، يمكن بكل بساطه اربط ما بين النماذج دي عن طريق زر مثلا وادي له كود معين، اقول له مثلا استدع فورم 1، طب فورم 1 مثلا اقول له اغلق مثلا فورم 2، لا فورم 2 اغلق المشروع كله، طب اغلق كذا، طبعا دي هنتعلمها قدام شويه. هو ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله هنحاول نتغلب بطريقه بسيطه جدا على اللي هو الشير، لو حد فيه مشكله عنده في الشير هنعمل شير، وهنعمل مثلا او الصور كلها تكون موجوده في شرائح باوربوينت، بحيث لو حد قابله مشكله في الشير يمكن يستعين بشرائح الباوربوينت. ملخص المحاضره اللي احنا قلناها النهارده، اتكلمنا طبعا اول حاجه يعني ايه الاو او بي، ايه هو فوائد الاو او بي، ايه اللي خلى ان الاو او بي بقت قويه، ايه الفرق بين الكلاس وبين الاوبجكت. اتعرفنا بعد كده ازاي نفتح برنامج الفيجوال بيزك دوت نت، وتعرفنا ازاي نعمل مشروع جديد بالاربع طرق اللي انا قلت عليهم. قلنا بعد كده ازاي او مكونات واجهه برنامج الفيجوال بيزك، وتعرفنا ازاي ننشئ نموذج جديد، يعني بمعنى صح ازاي كرييت نيو فورم، يعني ازاي ننشئ فورم جديد.
هو يا استاذ رحاب، الفرق ما بين فيجوال بيزك 2010 اللي هو الالتيميت والفيجوال بيزك اكسبريس، هو دايما النسخه الاكسبريس بتكون صغيره في الامكانيات شويه، لكن الالتيميت بتكون شامله عام يعني. جزاكم الله خيرا يا استاذ نجم. خلاص يا جماعه، لو هي كده المحاضره خلصت، طبعا اللي عنده سؤال يتفضل يساله. النهارده ان شاء الله يوم الاحد الجاي الساعه 8 باذن الله يكون الشير ظبط شويه، وباذن الله نكون نغلبنا على المشكله بتقابلنا فيه باذن الله. طبعا المحاضره ان شاء الله متسجله وهتنزل قريب على موقع ملتقى الدارين، وباذن الله تستفادوا منها. جزاكم الله خيرا استاذ، ان شاء الله. مش عارف كان بتوقيت الكويت، يمكن الدعم الفني هو اللي بلغك الميعاد، بس هو عموما بيبقى 8 في توقيت مصر، بيبقى 6 بتوقيت جرينتش. شكرا استاذ مروه، شكرا استاذ اتهم. باذن الله هيكون، هحاول اسهل عليكم المهمه جدا، هنزل فعلا الشرح او صوره مبسطه جدا على الباوربوينت باذن الله. شكرا لله. ما هو حضرتك استاذ انور منزل البرنامج باللغه الفرنسيه، لما اتعاملتش قبل كده مع البرنامج باللغة الفرنسية. هو النسخة، هو شركة مايكروسوفت فعلا شغالة بنزل كذا نسخة منه عربية، انها ما نزلتش اللغة العربية، هي شغالة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية نزلته. هو أستاذ هبة، لغة الفيجوال بيزك هي لغة قوية، خصوصا لو خدت فيها مراحل متقدمة بتحس ان هي لغة قوية كائنة بكيانها، لكن ما فيش مانع ان حضرتك مثلا تشتغل بالجافا، لان الجافا له مجال من انتاج شركة، والفيجوال بيزك من انتاج شركة تانية. هتحس حضرتك بفرق كبير جدا ما بين حضرتك تشتغل 2010 و2013، بس لو حسيت بشبه بين الاصدارين ما فيش مانع ان حضرتك تشتغل بيه. جزاكم الله خير. لا، هو مش هنقدر نبرمج هاردوير عن طريق الفيجوال دوكيمنت. ماشي، اتفضلوا من حضراتكم مثلا عايز يستأذن يتفضل، مفيش مشكلة. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله الساعة 8. ماشي حضرتك، لو حسيت ان الفيجوال ستوديو 2013 متشابه مع الفيجوال بيزك 2010 ممكن تستخدمه. ومش مش مهم الاصدار اللي حضرتك هتستخدمه مثلا ايا كان نوع الاصدار، بس اهم حاجه ان حضرتك مثلا شرح اللي بيقوله تلاقي مطبق على النسخه اللي انت بتستخدمها. جزاكم الله خيرا، شكرا لله. ان شاء الله الكتب هتنزل خلال الاسبوع ده باذن الله قبل المحاضره الجايه، حوالي 3 كتب كلهم بالانجليش، كلهم متعلقين ببرنامج الفيجوال بيزك دوت نت، بس كلهم ان شاء الله كتب حلوه يعني، هتكون موجوده على حضراتكم على الجروب الدعم الفني مشكور، منزل الجروب على الفيسبوك، يا ريت تتابعونا، واي حد عنده استفسار او اي حاجه يتفضل يسال في الجروب. هل تعتبر البوتون اوبجكت من كلاس تول بوكس؟ هو التول بوكس كله عباره عن لا، ما اقدرش اقول على التول بوكس ان هو كائن، لكن هو البوتون ذات نفسه اداه تول من ضمن التول بوكس الموجوده. يعني التول بوكس ما اقدرش اقول عليه كائن او كلاس. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان هيكون فيها يا استاذ محمد شكل مثلا افضل برنامج تعليمي، ممكن مثلا برنامج مثلا
التعليم اللي احنا ممكن نعمله مثلا كمسابقة بس بعد نهاية المستوى ان شاء الله يعني. نعم. الامتحان كله بيبقى اونلاين، بيبقى اسئلة مثلا هبقى اعودك يا استاذ احمد عليها ان شاء الله. تكلفة الامتحان هي بتتراوح ما بين مثلا بالجنيه المصري مثلا 1700 لحوالي 2100، يعني افتكر ان انا كنت ممتحنه بحوالي 1990. بس يا حضرتك ما بتدفعوش مثلا بالجنيه المصري، انت حضرتك مثلا في اي دولة بتدفع دايما بالدولار. شكرا على السؤال. يمكن فعلا احول اي مشروع بالفيجوال بيزك، قلت قبل كده بالسي شارب بيبقى ممتاز يعني. يعني ممكن ان انا احول اي مشروع بالفيجوال بيزك للسي شارب والعكس برضه. تقصد حضرتك ان انا مثلا اكون متقن اللغة الانجليزية؟ مش لازم اكون متقن اللغة الانجليزية، بس حضرتك بعد كده بعد المحاضرات دي او بعد ما تخش المستوى التاني انت تلقائيا هتلاقي نفسك متعود على بعض المصطلحات. سعيد جدا ان شاء الله بتواجدي معاكم في المحاضرة التانية. ان شاء الله المحاضرة التالتة بتكون داخلنا بقى على الجزء العملي بتاع البرنامج بشكل تفصيلي يعني. استاذنا دلوقتي، السلام عليكم.